طيب خلينا ننتقل بقى يعني مش هتكلم كتير في الموسم اللي فات وخلاص، كلنا اتكلمنا في موضوع الزمالك خد الدوري والاهلي وشرحنا الاحداث. عايز تعليق منك صغير على فوز الزمالك ببطوله الدوري، متوقع ايه في الموسم القادم واللي باين هيبقى شرس جدا من الانتقالات والصفقات والانديه الجديده والفلوس والاستثمارات اللي موجوده في الدوري المصري؟ واضح ان الموسم اللي جاي هيبقى قوي جدا. قوي جدا طبعا. طبعا ببارك لنفسي طبعا قبل اي حد تاني وجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك الرجاله والادارات المختلفه اللي تعاقبت على توليها للاداره لنادي الزمالك. طبعا كان الامور كانت صعبه جدا في البدايه، ولكن انا حسيت ان في اصرار من اللاعبين في جوه الملعب ان هم عايزين يعملوا حاجه، والحمد لله. وطبعا ده بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. لكن المجموعه كلها كانت بتأدي بشكل كويس جدا، كان في اصرار غير عادي بعد الرجوع من التوقف. اللي كان واضح للناس كلها ان اللعيبه بتنزل الملعب عايزه تكسب المباريات. كان في جهد غير طبيعي داخل الملعب، فانا اتمنى ان شاء الله ان يستمر الوضع للموسم اللي جاي. طبعا زي ما الناس بتتكلم بقى على موضوع التدعيمات الفتره الاخيره، يمكن انا عندي بس يعني التعليق على موضوع حمدي النجاز. يعني انا ما كنتش مع ان هو يكون موجود. بصراحه هي عودته خلي بالك برضه ليها شق مالي، يبقى لازم نفهمها، اللي هو الموضوع الشكوى اللي يبقى لازم نفهمها. ولازم الاداره، الكابتن حسين لبيب من الناس المحترمه جدا وقايم بشكل رائع جدا هو واللجنه اللي موجوده معاه. لكن في وضع زي ده احنا عارفينه كلنا ايه اللي حصل من حمدي قبل ما يسافر من هنا، وايه الوضع بتاعه ورفع قضيه على النادي وي في مجلس يعني قبل أي كده كان مختلف ايا كان نادي الزمالك هو رفع على نادي الزمالك مش على المجلس، هو رفع على نادي الزمالك. فانت لو في حاجه انت بتفكر فيها اطلع وضحها للناس. لو انت بتفكر ان انت تجيبه علشان هو تنازل عن القضيه وان انت ممكن تعيره الموسم ده، انا معاك 100%. لو هتعمل كده ممكن يحصل كده بنسبه كبيره، لكن مش من الطبيعي ان انت توافق ان يكون عندك اتنين لعيبه اجانب في نفس المركز ومركز دفاعي. وفي نفس الوقت ان انت دلوقتي انا كمان من وجهه نظري ان المفروض ان كارتيرون ما كانش يوافق. لان انت بدل ما تجيب اتنين مدافعين اجانب هات واحد منهم مهاجم، لان انت محتاج مهاجم. برضو لو انت برضو فكرت يعني نقرا كده الفرقه، انت كنت احسن فريق، احسن دفاع في الدوري المصري السنه، اقوى خط دفاع. طب انت جايب اتنين مدافعين جداد في خط الدفاع ناحيه اليمين، وفي قلب الدفاع. طب انت دلوقتي بتقوي محمود شبانه، يبقى مع عبد الغني ومحمود علاء والونش. تمام. انت محتاج حاليا واحد جنب طارق في نص الملعب، لازم جنب طارق حالي. لازم يعني انت لازم، ده كان اول تفكير، ومهاجم. يعني ده رايي، ده طبعا تمام. هم ليهم هو على فكره المجلس الاداره، كنت بتكلم مع الاستاذ محمد الاتريبي من شويه نائب رئيس النادي، وقال لي ان احنا شغالين على الصفقات بس مش هقدر اتكلم في حاجه عشان لسه مفيش حاجه رسمي خلصت. انا برضو مش مع موضوع عبد الله السعيد. انت عبد الله السعيد خد وقت كبير قوي، انت هحط حد لعيب كويس وبلاي ميكر يشتغل. اوكي انا موافق، ماشي انت اشوف هيجي ولا مش هيجي. عشان هو الولد عايز يجي عبد الله، بس لسه نادي بيراميدز رافض. انا مش مع الكلام ده. هو الموضوع لا، الموضوع اتفتح من بدري، ما كانش يبقى معلن بالشكل ده. انت خلص كل امورك زي ما انت بتقول في السر بس بالظبط، لغايه ما يعني اما تخلص يا اما تقول لا انا ما وافقتش فيها. زي موضوع اشرف بن شرقي، موضوعه برده شائك جدا. يعني المجلس الاداره برضه هم يعني الله يكون في عونهم، هم عايزين يعملوا حاجه كويسه للفرقه وعايزين يحافظوا على القوام الرئيسي، لكن هم ما بين نارين. يعني هو ما ينفعش ان هم يوافقوا. انا مع كابتن حسين لبيب 100%، ما ينفعش يوافق على شرط ان هو يحط. طبعا ما ينفعش، لان هو ممكن في اي لحظه يقول لك انا همشي، يتفضل الشرط الجزائي وياخد بعضه ويمشي.